التقى الدكتور محمد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بمكتبه بالعاصمة عدن المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبد الله بن عثمان. وخلال اللقاء اطلع الوزير الزعوري على النتائج الإيجابية التي حققها منتدى التضامن 2023 للتنمية الذي نفذته مؤسسة العون للتنمية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية الذي يهدف إلى تعزيز المساهمة في الحد من الفقر وبناء شبكة من الشركاء من منظمات المجتمع المدني. هذا وأشاد الوزير الزعوري بمؤسسة العون للتنمية باعتبارها نموذج منظمات المجتمع المدني في محافظات الجنوب. Bye.